مشاهدينا والأولوية للحدث، ودائما متابعة لاستعدادات الجزائر بتوجه 8 طائرات إلى ليبيا الشقيقة، وهذا طلبا من حسب أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. تنتقل أو تنضم معي عبر المباشر عن آخر الترتيبات وكذا توقيت انطلاق هذه الطائرات. تنضم معي نهاد بوضياف الآن من مطار بوفاريك العسكري. أهلا بك نهاد. أهلا بك زميلي مارس، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا النقل المباشر مباشرة من مطار بوفاريك العسكري بولاية البليدة، أين في هذه اللحظات ستنطلق وسينطلق فريق الحماية المدنية الجزائرية المكون من أكثر من 80 عون إلى الأراضي الليبية لتقديم المساعدة للأشقاء الليبيين جراء الإعصار الذي حل بالبلاد. الفريق مكون بمختلف المعدات والتجهيزات اللوجستية وكذلك الفرق السينو التقنية المجهزة بالكلاب المدربة للبحث تحت الأنقاض. كما قلت زميلي، يعني بعد لحظات سيتوجه فريق الحماية المدنية إلى الأراضي الليبية لتقديم المساعدة. أترككم الآن مع هذه الصور أين يستعد أفراد وأعوان الحماية المدنية لحط الرحال لليبيا الشقيقة وتقديم المساعدة، وهي مساعدات تعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي الشقيق لمساعدته على تجاوز هذه المحنة. هي صور تعبر عن استعداد أعوان الحماية المدنية الجزائرية للإقلاع والاستعداد لمساعدة إخوانهم الليبيين. نعم زميلي، هذه هي الصور التي تعبر عن استعداد فريق الحماية المدنية لحط الرحال بليبيا الشقيقة لتقديم المساعدات اللازمة لأشقاء الليبيين جراء الإعصار الذي ضرب البلاد والذي خلف خسائر معتبرة. زميلي مارس، سنوافيكم بتفاصيل أخرى في المواعيد الإخبارية اللاحقة. شكرا لك نهاد بوضياف على كل هذه التفاصيل فيما يخص استعدادات الجزائر لبعث هذه الفرق أو هذه الطائرات المتكونة من 8 طائرات نحو ليبيا الشقيقة. شكرا لك جزيلا نهاد بوضياف. إذن مشاهدينا، كان هذا المباشر من مطار بوفاريك العسكري. شكرا لكم.